سؤال حقيقي، بدك يعني يصير مثل مفيد وحش طول المسلسل دحش رجلي بقلب الفرشه؟ دبريه دبرينا يا دبريه. بدك تفكي مسلسلات وتطلع لي مسلسلات؟ نحن هون عنا جايين نمثل، فهمت ولا لا؟ بعدين كان لازم تيجي لعندي اول ما فات المسمار فيك. طيب ما في مجال تقدحيني ابره، تسقيني حبه، تحميله، اي شيء؟ دبريه طيب ضروري يعني اقطع. نستأصل لك الباهي افضل من انه بعد كم يوم نستأصل لك رجلك كلها. هلا هذا اخر كلام؟ شو مفكرني عم بيع بطيخ انا؟ على كل حال انا برايي تفكر وتتخذ القرار بنفسك، بس نصيحتي ها تفكر منيح وتاخذ القرار بسرعه، لان كل لحظه عم تفوت عم ينقص سنتي من سنطيط رجلك. ماشي انا موافق، بس عندي شرط من الشرطين. شو هو؟ بدي ادفع اجار عمليه، ما بقبل ببلاش. ايه العين تطرقك، انت معك مصاري حتى تدفع؟ انا صاحب ورقه من الورقين تبع اليا نصيب، قلبي قايل لي ها 99% بدها تربع، خذيها حطيها رهن معي. ايه استحي على دمك، هلا انا بدي اخذ منك. يلا قوم سبقني على غرفه العمليات. يلا. الغرغرينا 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 عن ادعولي. يا رب تنجح يا رب تنجح يا رب تنجح. الو مرحبا، جريدة المهبانج سويلم عم يحكي. سمعنا الاعلانات بجريدتكم ببلاش، يا ترى صحيح مثل ما سمعنا؟ بدنا ندق اعلان بمهباشكم. سجل عندك، اكتب: السيدة الفاضلة عفراء جوهر البرعو تتقدى بخالص الشكر والامتنان للدكتورة ميسون الداجي، وذلك للعملية الناجحة التي اجرتها في القلب لزوجها المحسن الكبير ريبال ويحة ويحة ويحة، وتتمنى لها دوام النجاح والازدهار. مشكورين كتير، مع السلامة. ألو مرحبا، جريدة الطاحونة؟ سمعنا الإعلانات بجريدتكم ببلاش، صحيح مثل ما سمعنا؟ بدنا نطحن إعلان بالجريدة عندكم إذا ما في مانع. سجل عندك: السيدة الفاضلة عفراء جوهر البرعوت، البرعوت مو البلعوت، تتقدم بفائق الشكر والامتنان للدكتورة ميسون الداجي، وذلك للعملية الجراحية الناجحة في الدماغ التي أجرتها لزوجها المحسن الكبير ريبال ويحة. ايه ويحة مشكوك، مع السلامة. الو مرحبا، جريدة الاجتماع. شو ميسون؟ طمنيني حبيبتي. مين؟ انا هيفاء، هيفاء حبيبتي هيفاء. كل شي تمام؟ مثل شربت المي، عملت لها العملية. يعني ممكن فوت شوفها؟ لا شو تفوتي تشوفي؟ هلا بعد شوي بدنا ننقل على الغرفة، بس ليكي رح اكتب لك راشيتها من الروشيتين، بتروحي بتجيبيها من الصيدلية بسرعة لبين ما اكون خلصته. ليش لسه ما خلصتي؟ بلا خلصت عليه، بس بدي اعمل له ضماد وقائي مشان يحمي رجله من التلوث، مشان البيئة المحيطة فيه. يلا رايحة. روحي. ادعولي. السيدة الفاضلة هيفاء كريكو تتقدم بجزيل الشكر للدكتورة ميسون الداجي لإجرائها عملية جراحية في العمود الفقري لزوجها المحسن الفاضل والدبلوماسي المتقاعد عجاج الطحل، وتتمنى لها دوام التقدم والازدهار. مشكورين، الله معك. يا مرحبا، جريدة القلة، بدي افقع اعلان لو سمحتم. اعلانات الشخصية ببلاش عندكم مو ببلاش؟ سجل عندها:
السيدة الفاضلة نزيها الحارس تتقدم بفائق الشكر والامتنان للدكتورة ميسون الداجي على العملية الجراحية الناجحة التي أجرتها لزوجها المحسن الكبير نديم حسن بيكو، وتتمنى لها وافر الصحة والعافية. شكرا.